سيدي ان شاء الله مع سيدي البوري خير متاهه النيف تاع سيدي البوري ما خليناش نتاعو في البحر ان شاء الله نديك البن وقالبا انا مجي الحمله تاع شكون تفوتي عليه ها هو عندنا خير منه ها هو هروين وي ايوا تحيا عاود هاني الحاج انا نقول لك حياه البون اطلق تحية تبون تحية الرئيس تاعنا وتحية الدولة تاعنا والأم تاعنا والرئيس البلدية تاعنا ورانا غاية وما خصنا والو وخصنا غير الرئيس باينة هذه هاي وكاع العائلة كاع العائلة وتبون شكرا شكرا ربي يحفظك قلت لك راه رابعة إن شاء الله إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم أنا مع تبون سمحني وأنا من دائرة تيغني وليه معسكر يعني كيف تبدل هذه العائلة الجمعة الحمام تحموا بالصحة إن شاء الله الدائرة تاع تيغني فيها بدو فيها تقريبا 30 دوار كاهم عتبون ان شاء الله يرضنا على المدينه تاع بوليفيه تحيه تبون والله ملي رانا معاه زعما ملي تبقى خصنا والو والله يرجع لكم نتوما ذلك تزيد تسقم ان شاء الله ان شاء الله غادي تزيد تسقم ان شاء الله يا رب ان شاء الله كما قال لك ام محمد ان شاء الله ان شاء الله نخرجوا بقوه ان شاء الله ان شاء الله تكلوا عليكم ان شاء الله الرحمن الرحيم الله يزور هذه البلاد ان شاء الله قلبا وقالبا مع الرئيس مع العهد الثانيه العهد الاولى كان فيها مشاكل الغالب كانت كورونا تحديات كبيره وين الرئيس والجماعه تاعو قدروا يحقوا كما يقول قفزه نوعيه في تحقيق مطالب الشعب والعهده الثانيه ان شاء الله تكون مكسب تكميله ومكسب كبير وين لاحظنا السياسه الخارجيه تاع الجزائر كسبت كما نقولوا ان بوان بوزيتيف في على جميع المستويات فتحنا في مدينه بوحليفيه السياحيه بوحليفيه الطوريه فخرا تقيم له مكارم وشهوده انا معاه باذن الله ان شاء الله ان شاء الله احنا فايت الشعب قاعد يخرج 7 سبتمبر ان شاء الله بلاد البارود والفحوله والرجوله والامين عبد القادر وان شاء الله نخلو كاع وهذه نخلو كما قال لك باش نفرحوا الرئيس والجزائر هذه تحيه عمي تبون وفي فلاشيري تحيه الحوت الثانيه ان شاء الله الحوت الثانيه زير تيوب اول قناه الكترونيه في الجزائر